أهلا بكم في ترند. نشرت منظمة الصحة العالمية على يوتيوب فيديو تفصيلي يتضمن الطريقة الصحيحة لارتداء الكمام الطبي، وذكرت بأن الكمام وحده لن يحميك من عدوى كوفيد-19، بل يجب أن يترافق مع تدابير الوقاية الأخرى بما فيها التباعد البدني وغسل اليدين بشكل متكرر وتحاشي لمس العينين والفم والأنف أثناء ارتداء الكمام. نتابع. Medical masks should be worn by health workers and those caring for someone with COVID-19 symptoms, persons aged 60 and over, and anyone with pre-existing medical conditions, as they are at greater risk of developing serious illness, and people who have symptoms suggestive of COVID-19. Before touching the mask, clean your hands with alcohol-based hand rub or soap and water. هاشتاج عادة اجتماعية دمرتنا هو الهاشتاج الأكثر تداولاً في تويتر في السعودية، وتفاعل معها الكثيرون، فمنهم من قال بأن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت على المجتمع، في حين غرد البعض بأن تكاليف الزواج والإسراف في المناسبات والتدخل في شؤون الآخرين تعتبر من المظاهر اللي دمرت المجتمع. نتابع بعض التغريدات. الإيرلندي فيل كايز ذو 47 عام توج بلقب أعظم خاسر في عام 2020، فقد كان يعاني من زيادة الوزن لدرجة أن الأطباء حذروه من أن حجمه يشكل خطراً على صحته، وأنه سيكون محظوظاً إذا ظل على قيد الحياة إلى سن 40. كايز كان يزن 230 كيلوغرام، لكنه تمكن من فقدان الكثير من الوزن ليصل إلى 100 كيلوغرام في غضون 3 سنوات فقط. وقال فيل كايز أن نقطة تحوله كانت عندما تم تشخيص والدته بالسرطان في المرحلة النهائية، ونصحته بأن يحافظ على صحته. فيديو لطيف لا يزال منتشرا في مواقع التواصل الاجتماعي عن الكلب واتسون الذي قدم اعتذاره لكلب آخر يعيش معه في نفس المنزل بعد تناوله لطعامه. نظرات واتسون واعتذاره سلب قلوب الآلاف. نتابع. Hey Watson, do you understand when I'm talking to you? You do? Okay. So, I gave you a chewy. I gave Kiko a chewy. You ate Kiko's chewy. So what do we say when we steal someone else's chewy? What do we say? Do you know? Yes, we say we're sorry. We say we're sorry. You're a good boy, Watson. You're a good boy, Kiko. تختلف روائح العطور بحسب المكونات المضافة في التركيبة، وتختلف أذواقنا في اختيار العطر، فهناك من يحب الورد أو العود أو الفواكه وهي الروائح المتعارف عليها، إلا أن اليوم تم إنتاج عطر جديد برائحة الفضاء الخارجي، إذ سيوفر لك تجربة جديدة وأنت في منزلك على الأرض. العطر الذي استغرق إنتاجه سنوات طويلة كانت الفكرة الأساسية منه مساعدة رواد الفضاء على التدريب قبل الانطلاق في رحلاتهم، ويصف رواد الفضاء رائحة العطر بأنها مزيج من البارود وشريحة اللحم المحروق والتوت وروائح أخرى. مشاهدينا، وصلنا معاكم إلى ختم حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. في أمان الله.